علمك نشرح لي وعاجل لأصحاب المعاشات والورثة شاهد بالصوت والصورة حسابات جديدة للعلاوات الخمس والأثر المتجمد يعلنها لنا ويكشفها لنا محامي المعاشات. تعالوا بينا نتعرف على التفاصيل ونشوف بيقول ايه. وبهقول بعض الأمثلة لبعض الحالات معايا. الأمثلة دي تنطبق على كل من يسمعني الآن أو كل من له الحق في العلاوات الخاصة. كان في حاجة اسمها مبلغ أساسي ومبلغ متغير، اللي هو المرتب بتاع الموظف مبلغ أساسي، يعني يقول الأساسي كان بيتعامل مثلا على 30 جنيه. أنا بعتقد، أنا فاكر يعني حاجة زي كده، إنه كان مرتبه 30 جنيه في البداية، ويدي له حوافز ويدي له بدلات وحاجات زي كده. ما كانش فيه غيوات، اتقررت سنة 80، والبدلات دي بيسموها الأجر المتغير. جه سنة 87 الدولة طلعت قانون اسمه قانون 101 لسنة 1987، وقررت أول علاوة خاصة كزيادة على زيادة في الأجر الأساسي، بس ما كانتش بتبقى ضمن الأجر الأساسي، كانت تقرر على الدواء الأجر الأساسي ولكنها ليست ضمن الأجر الأساسي. يعني مثلا لو كان أجرك الأساسي سنة 87 100 جنيه، الدولة قررت أول علاوة 20%، 20% أول علاوة سنة 87 علاوة في الأجر. احنا ما بنتكلمش كل ده، بنتكلم على أنت ما زلت. أنا برجعك دلوقتي، معلش أنا هطول معاكم في الحتة دي بالذات، برجعك دلوقتي لأنك كنت موظف، لأن هو الحكم رجعك لكده، كنت في الدولة عامل في الدولة، ما كنتش على المعاش، هو ده الحكم. فقررت 20% زيادة لجميع العاملين في الدولة. ال 20% دي مثلا لو قلنا مرتبك ساعتها كان 100 جنيه، وفي ناس كانت أقل من كده بكتير قوي عشان بس أقربها. ال 20% دي كانت حوالي 20 جنيه. طبعا السنة اللي بعديها قررت زيادة برضو، الزيادة دي كانت 15%. السنة 89 15%، سنة 90 كانت 15%، سنة 91 كانت 15%، سنة 92 كانت 20%. دي الزيادة اللي في الأجر في الوقت ده. طيب هنقول بقى الدولة عملت إيه سنة 92 بقى؟ راح تطلع قانون جديد في 92 برضو، وقالت طيب انا كده مش هفضل اقول، لان كده بقت العلاوات دي بقت كانها اجر موازي للاجر الاساسي. طب هيستفيد منها ايه المواطن؟ انا عايز ارفع من اجره الاساسي، الدوله يعني عايز ارفع من اجره الاساسي عشان خاطر يبقى حاجه كده ايه، حتى لما يجي يخرج معاش في الفتره دي يبقى اجره الاساسي معاشه معقول. فعملت، قالت، قررت الضم بقى، قررت الضم، قررت علاوه سنه 92 مع ضم علاوة 87 للأجر الأساسي في 92. يعني العلاوة اللي قررت سنة 87 اتضمت للأجر الأساسي سنة 92. طب خرج للمعاش بقى حد في الفترة دي، يعني اللي خرج للمعاش في يوليو لحد يونيو 1900، عشان انتوا عارفين الفترة البيانية، من يوليو حتى يونيو 1987 اللي خرج في الفترة دي كانت القرارات علاوة 20%، وخرج للمعاش لا هي أثرت في الأجر الأساسي ولا أثرت في الأجر المتغير، والتأمينات لم تتعامل معها بأي شيء، رغم إنها في قرارات منظمة صدرت من التأمينات بحاجة اسمها أجر الاشتراك عن العلاوة دي، اشتراك التأمين، يعني تدفع عنها تأمينات اجتماعية. يا رب تكونوا سامعين ده ونستوعب الحته دي كويس قوي، واللي ما سمعناش يسمع تاني. خرج اهو عدد من اصحاب المعاشات، خرجوا من يوليو 87 حتى يونيو 88، في الفتره البينيه دي بقى من حقه وفقا لحكم الاداريه العليا يتحط في معاش الاجر المتغير 80% من هذه العلاوه. لو هي 16 جنيه نضرب، او 20 جنيه، خلينا في ال 20 جنيه، لو هي 20 جنيه نضرب ال 20 في 2 في 8 16، تطلع الزياده 16 جنيه. طب اتتحط ازاي بقى ال 16 جنيه دي؟ يعني مثلا هديكم مثل الاستاذ احمد عرابي، او احمد عرابي رئيس الاتحاد، ده خرج سنه، انا هعتبره كانه خرج 87، خرج سنه 97 ومجموع علاواته دي كان 53 جنيه، 80% منها 42 جنيه. لو هو خرج في الفترة دي
كان معاشه بقى الاجر المتغير، كان معاشه الاجر المتغير 101 جنيه، يعني جمعوا له بقى كل الاجور المتغيره للبدلات والحوافز والكلام ده كله، عمل لما جه يتسوق بقى 101 جنيه حقه في المعاش عن الاجر المتغير. اروح بقى خلاص بقى 101 اجر متغير، احط عليهم ال 42 جنيه اللي هم قيمه مجموع العلاوات الخاصه وفقا لحكم الاداريه، واسوي المعاش على كده مع تدرجه في المعاش منذ خروجه حتى تاريخ الصرف وفقا للحكم الاداري العليا. عرفتوا بقى تيجي ازاي؟ يعني المبلغ معاش الاجر المتغير خلاص اتسوى اهو، اروح حاطط عليه 80% من مجموع العلاوات الخاصه التي لم تضم الاجر الاساسي وقت خروجك للمعاش، واسوي المعاش على كده واعمل التدرج. ليه التدرج بقى؟ لان بدا بعد ما حضراتكم بتخرجوا المعاش بتيجي زياده سنويه على المعاشات دي. الزياده دي هتخش منها كان زياده بتتقرر بنص القانون على مبلغ كده معين برضو بيتقرر على قيمه العلاوه دي. يعني كاجل اشتراك كان بيطلع له قرار بزياده المعاشات عليه. عرفنا بقى ان يعني اللي بلخص لك دون حسابات، بلخص لك ان العلاوات الخاصه دي تسويتها بتتم ازاي، وده المكلف بيه الخبير، واحنا كتبنا مذكره الخبير في النطاق الزمني لتطبيق هذه العلاوات منذ يوليو 1987 حتى اخر علاوه تقررت 2015، ده وفقا للحكم نفسه. وعلاوه 15 تضم الى الاجل الاساسي في يونيو 2020. يعني معنى كده ان خرج معاش حتى يونيو 2020 هيبقى له في هذه العلاوات، طبعا حسب اللي ما اتضمتش. احنا قلنا بتبدا في الاول متناقصه وفي الاخر برضه بتبقى متناقصه. يعني ايه متناقصه؟ مش كله خمس علاوات، هتبدا خمس علاوات من 92 بالظبط، هتبقى خمس علاوات خمس علاوات خمس علاوات. حتى امتى؟ حتى 2015 خمس علاوات، يبقى 92 حتى 2015 خمس علاوات. قبل 92 هتقل بقى 1 2 3 4، في 15 هتبقى 1 2 3 4 عشان تبقوا عارفين، يعني هتقل بقى العلاوات هتبقى 4 من 16، يعني 4 علاوات من 16، 17 تنزل، 18 تنزل، 19 تنزل، 20 يونيو 20 تنزل، تبقى علاوه واحده. ده الحق في المعاد. ثانيا، الاثر المتجمد حسب ما اعلنه محامي المعاشات بالصوت والصوره. تطبيق هذه العلاوات منذ يوليو 1987 حتى اخر علاوه تقررت 2015، ده وفقا للحكم نفسه. وعلاوه 15 تضم الى الاجل الاساسي في يونيو 2020، خرج معاش حتى يونيو 2020 هيبقى له في هذه العلاوات، طبعا حسب اللي ما اتضمتش. احنا قلنا بتبدا في الاول متناقصه وفي الاخر برضه بتبقى متناقصه. المتجمد ده اللي هو الاثر المادي لحق هذه العلاوه، قلنا العلاوه بتتضاف 80% مع المعاش المحسوب على الاجر المتغير. وقلت لكم ان لو هدي مثل بالاستاذ احمد العرابي، يعني كمثل معاش المتغير وقت ما خرج المعاش كان 101 جنيه، هيتحط له مجموع ال 80% من مجموع العلاوات دي هيعمل 42 جنيه 69 قرش. ده انا بديكم مثل بس، ده مش حد. 42 جنيه 69 زائد ال 101 يبقى 143 جنيه وشويه، دول معاشه ساعة ما خرج هكذا، كأنه معاش المتغير غير الأجر الأساسي 143 جنيه المتغير، يضاف عليه بقى كل الزيادات اللي تقررت منذ خرج للمعاش حتى تقرير هذا التقرير أو تنفيذ هذا الحكم، عشان تبقوا عارفين. يبقى إذا إحنا بوضح لكم الصورة ماشية إزاي. حق بقى ثابت لكل من كان له في العلاوات الخاصة، كل من كان يعمل في الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أو الوزارات أو القطاع العام أو شركات القطاع العام أو شركات القطاع الخاص اللي كانت قطاع عام وتخصخصت، أو شركات القطاع الخاص القديمة اللي كانت بتقرر علاوات زيها زي العاملين في الدولة. عايز أقول لكم على حاجة، لو كانت العلاوات دي حتى بتتقرر في القطاع الخاص والشركات ما كانتش بتدفع عنها تأمينات،
ده خطأ التأمينات الاجتماعية ليس خطأ المواطن. ليه بقى أقول لكم كده؟ لأن القانون، قانون التأمين الاجتماعي بالذات، في حاجة اسمها الضبطية القضائية. يعني إيه الضبطية القضائية؟ إنه من حق موظف التأمينات ينتقل لأي شركة مسجلة عنده ويخش يقول له بيان الأجور عندك فين؟ يقول له أهو، يشوف الأجور ويربط تأمينات اجتماعية عشان ياخد عليها اشتراك طبقا لبيان الأجور الموجود عنده في كل مؤسسة. يعني دي مسؤولية التأمينات الاجتماعية، والقانون نفسه 79 قال الكلام ده، قال إن طالما بتتكرر يبقى يتاخد عنها معاش، حتى لو ما دفعتش الشركة والتأمينات ترجع على الشركة مرة أخرى. فبس عشان تبقوا عارفين ده الحق ثابت، بعتقد في ناس من حضراتكم خدوا بهذا الأمر، وفي ناس خدت أحكام على فكرة، في ناس خدت أحكام بهذا الموضوع بالعلاوات الخاصة كحقية إنها تاخدها كمان في العمل زيها زي العاملين في الدولة، فأصبحت من ضمن الشركات اللي هي من حقها في العلاوات الخاصة. وتاني بقول لكم كل سنة وحضراتكم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.